السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم ازاي نستخدم extension. قوية extension فيها العديد من السيرد بارت بلوجن. خلينا نشوف ببساطة شديدة. لو عندنا مثلا كعب بهذا الشكل وليكن هذا اللون، وعندنا دائرة هكذا باللون الأزرق وليكن، هنستخدم أو هنعمل select الاتنين ثم باص object باص من قائمة الاكستنشن، نذهب إلى generate from باص interpolate و اللايف بريفيو. الستيب عندنا هنا عدد الخطوات 32، فده ببساطة شديدة لأننا مختارين اللون الأول الأحمر فهو أصبح الباص باللون الأحمر. وليكن 25 أو 22، هكذا دي النتيجة عندنا. دي النتيجة عندنا ب 22. لو 25 فهتكون دي النتيجة عندنا. دي عدد الخطوات. ده كده أحد الـ extensions. ممكن لو ضغطنا apply هيتطبق extension، وممكن طبعا باستخدام ده كده النتيجة عندنا. طيب ببساطة شديدة خلينا نشوف بعض الـ extensions الأخرى. لو عندنا وليكن مستطيل اللون وليكن اللون الأحمر، خلينا نقول لون أصفر، ذهبنا إلى extension text lorem ipsum. فببساطة الـ extension ده بيضيف لنا تكست أو نصوص، عدد من النصوص. ضيف لنا 3 باراجرافات، لو زودنا باراجرافات قلنا إن 6، هيضيف 6 باراجرافات. كل جملة في باراجراف وليكن 10، قلنا 6 باراجرافات، كل جملة كل باراجراف فيه 11 جملة، أو نقول 5 جمل. ده كده ببساطة لورم ابسم اكستنشن بيضيف لنا نصوص. ممكن احنا نرجع بعد كده نعدل هذه النصوص. فهنرجع نرجع بعد كده ممكن نزوم. نيجي بعد كده بالتكست، أداة التكست، ونيجي نعدل زي ما احنا عايزين. طيب ده كده ببساطة أداة الإكستنشن اللي هو لورم إبسون. طيب ده كده ببساطة كان بعض الإكستنشن. طبعا قائمة الإكستنشن فيها العديد من الإكستنشن مش هتنتهي طبعا. فبالتجربة بنشوف إيه هي الإكستنشنز المهمة لنا، ونقدر نستخدمها ونقدر تكون مفيدة لنا في البروجكت. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.